صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره عندنا تمارين بوش، هيبقى فيه استخدام في تمارين بودي ويت وفي تمارين بالدمبل. فالدمبل ممكن اعوضه في البيت بازازتين ميه او اي ويت ممكن استخدمه واعمل نفس التمارين. اول حاجه هيبقى عندي بنش بريس دمبل فلات اهم حاجه اظبط نفسي اثناء التمرين، بخرج النفس وانا قايم. ده اول تمرين بنش بريس. هيبقى عندي تمرين تاني هيبقى بوش اب، هستخدمه بودي ويت. ده هيبقى للزاويه الانكلاين، ده كده تاني تمرين بيستهدف معايا زاويه الانكلاين او الابر تشيست. بعد كده هيبقى عندي تمرين الديكلاين تشيست، هعمله برده بودي ويت باستخدام البنش، او ممكن اعمله على اي كرسي او حاجه في البيت تبقى بنفس المستوى ده. وبتبقى ايدي اوسع من كتفي حاجه بسيطه عشان اوزع مركز ثقل الجسم. ده كده خدنا ثلاث تمارين بنش بريس فلات دمبل، اثنين بوش اب، واحد للديكلاين والثاني انكلاين. هيبقى عندنا دلوقتي الشولدر. اول تمرين هيبقى فرونت ريزز، بيبقى كوعي متني تانية بسيطة بس للأمان ما عملش لوك للمفصل. خامس تمرين هيبقى lateral raises كتف الجانبي. وأهم حاجة أظبط نفسي أثناء التمرين. آخر تمرين معنا هيبقى للترايسبس. ده كده الترايسبس. لو انا عايز اضيف تمرين كمان اخير للترايسبس ممكن اخد الكيك باك، هبقى ساند كده اهو واطلع. اهم حاجه ابقى تاني ركبتي وعامل قاعده ارتكاز قويه في اثناء التمرين، واظبط نفسي بالشهيق والزفير زي ما انا كنت موضح ده اثناء التمرين. خلصت تمارين النهارده، اشوفكم في يوم جديد وصباح جديد من قناه النادي الاهلي. كان معاكم كابتن مصطفى النوبي، صباح الفل.